مساء الخيرات. قصتنا لليوم قصة غريبة غريبة غريبة، ما بعرف، يمكن أول جريمة لما أسمع الجانب يتحدث بيكون ابتسامة على وجهي. ليش؟ صراحة أنا نفسي ما بعرف، هل هي شخصية الجاني؟ هل هي الطريقة الأكسنت اللي بتحكي فيها؟ لكن في شيء في هاي السيدة، يمكن فكرت هل هي بتحكي بطريقة جدية ولا بتمزح ولا هي عادية أو غير عادية. صدقا مشاعر غريبة جدا انتابتني وأنا أسمع هاي السيدة وهي تتحدث عن الجريمة. اسمعوا معاي القصة. He's an aggressive bully and nasty, and I've had enough. And when he said, you wouldn't do it, I did it twice more. هاي السيدة المتحدثة هي بينيلوبي جاكسون من بريطانيا، بتتحدث عن جريمة قتل هي نفذتها ضد زوجها وبتسيء له خلال حديثها. الآن رجال الشرطة بيقبضوا عليها، بتحكي أنه هو إنسان سيء وخلاص أنا اكتفيت، يعني ما عاد عندي قدرة على التحمل نهائيا. وبتكمل أنه هو تحداني أني أرجع وأطعنه مرة أخرى، وأنا عادي ما عندي مشكلة، رجعت وطعنته مرتين مش مرة واحدة. وخلينا نترك بينيلوبي في هالموقف وطريقة الكلام الغريبة اللي أنا ذكرتني صدقا بطفل مدلل لما ما أعطيته اللي بده إياه، زي كسر كل الدنيا اللي حواليه. هي بالضبط عملت هيك. خلينا نسمع تفاصيل حياتها الغريبة وبعدين نرجع للي عملته في البيت. قصتنا رح نبدأ أحداثها من سامرست، وهي مقاطعة في جنوب غرب بريطانيا مشهورة بأنها مركز سياحي وفيها مشروب مميز سايدر بسموه، في جزء منه كحولي وجزء آخر غير كحولي. مقاطعة سامرست مميزة بأنه المدن والقرى التابعة إلها إما بتكون على شاطئ أو قريبة من المحميات البرية، لهيك بيجي إلها عدد كبير من سكان بريطانيا ومن خارج بريطانيا حتى يبتعدوا عن صخب الحياة اليومية. أيضا قريبة عليها مدينة كبيرة اللي هي بريستل، وبالتالي اللي بيحب يعني يزور المدينة ويرجع للحضارة ممكن يرجع إلها بسهولة. في أقصى شمال هالمقاطعة في مدينة أو قرية صغيرة اسمها بارو تقع على الشاطئ، هي ملجأ للكثير من المتقاعدين، الناس اللي بدا همهم في الحياة الآن الاستقرار والاستمتاع بالراحة والهدوء. عدد سكانها قليل لا يتجاوز 1600 شخص. من ضمن هالألف وستمائة شخص كانت تعيش بينيلوبي جاكسون مع زوجها ديفيد جاكسون، هي عمرها 66 وزوجها 78 عام. هدول اثنين في العام 2021 كان لهم مع بعض تقريبا 24 عام من الزواج، اتقاعدوا قرروا انهم يستقروا في هالمنطقة الهادئة ويستمتعوا في بقية حياتهم. بينيلوبي وديفيد كان واضح أنهم علاقتهم جيدة، في بينهم العديد من الأمور المشتركة، كانوا يستمتعوا بكثير من الأشياء مع بعض، زي مثلا أنهم يروحوا رحلات بحرية لما يكونوا فاضيين، يعملوا في الحديقة اللي تخص المنزل. لكن كان معروف أنه في بعض الحوادث اللي بتصير داخل المنزل، خلافات وأمور يمكن بتصير في أي بيت في العالم. وهلا رح نترك بيتها لبينيلوبي اللي هو في برا ونروح لحياتها السابقة، لأنه هاي السيدة حياتها حافلة بالأحداث. هي تزوجت ديفيد عام 1996، لكن قبل زواجها منه كانت متزوجة ثلاث مرات. بينيلوبي واللي طبيعة عملها خلتها تلتقي بالعديد من الرجال، كانت حياتها يعني العاطفية متقلبة. خلينا نبدأ بزواجاتها واحدة واحدة. أول واحدة فيهم صارت في عام 1973 لما كان عمرها 18 عام.
بعد زواجها من هالشخص الأول بصير عندها طفلتين. بعد الطفلة الثانية بتبدأ بينالوبي تدعي إنه هو بيعنفها وبيتعامل معها بطريقة سيئة. في النهاية وصل الاثنين لاتفاق إنهم ينفصلوا عن بعض لمصلحة البنات. خلال فترة قصيرة هي بتاخد البنات وبتنتقل لمنزل آخر، لكن بينالوبي ما عندها يكون شاغر مكان الرجل. على السريع بتتعرف على واحد آخر، ويمكن تكون أصلاً بتعرفه خلال فترة زواجها. المهم هو يعمل في القوات الجوية الملكية، بيتزوجوا بسرعة لكن بيرجعوا وبيتطلقوا أسرع. ليش؟ لأنه هالزوج الجديد اللي يمكن تكون تركت زوجها الأول عشانه وصل أو خبرها أنه هو خلاص يعني ما بده علاقات مع النساء، هو إنسان مثلي وبده يتوجه لهالجانب. والآن مقعد الزوج شاغر وما في مجال عند بينالوبي أنه يكون كذلك. بتبدأ عملية البحث عن الزوج رقم 3، وهالمرة المفروض تكون حذرة. فشلت في مرتين، المرة هاي تكون أكثر حذرا، لكن هي بتتعرف على أحد الأشخاص اللي اسمه ألان وارندر. هاي المرة شو مشكلته؟ هي مشكلة بسيطة، يعني بسيطة، إنه هو إنسان متزوج. اثنين يعملوا في نفس المجال، كانوا في القوات الجوية، واثنين في مرحلة من مراحل حياتهم التقوا في قاعدة جوية في ساوث ويلز. بصير بينهم علاقة سرية، وبالنسبة لبينالوبي ما عندها مانع، هو متزوج عنده 3 أطفال، المهم أنه يكون إلها علاقة مع رجل. بتستمر هاي العلاقة لعدة سنوات لحد ما بطريقة مأساوية زوجته لهالشخص تتوفى بسبب الكانسر. المؤلم والمؤلم جدا أنه زوجته عرفت عن علاقته في مرحلة مرضها. زوجة ألان لما توفت كان عمرها 36 عام فقط. هلا المفروض هو داخل في حالة من الحزن وحالة من الألم لوفاة زوجته، لكن بينالوبي موجودة وعوضته عن فقدان زوجته، لدرجة إنه أولاده زي ما بنحكي وزعهم. البعض منهم دخلوا على مدارس داخلية، البعض الآخر أعطاه لأفراد العائلة حتى يعتنوا فيه، وهو الآن يتفرغ لحياته مع بينالوبي. وفعلا بيتزوجها بعد ما يوزع أولاده. يعني الكلمة مؤلمة جدا، ما بعرف كيف خطر عباله أنه في النهاية يستغني عنهم حتى يعيش مع هاي السيدة. anyway بيوزع الأولاد وبيتزوج من بينالوبي، بصير عندهم طفلة بسموها إيزابيل، أو بيعيشوا حياتهم بطريقة عادية. الآن هي مرتاحة بعد كل هالزواجات الصعبة، أخيرا حصلت زوج يحبها ويحترمها، وبيعيشوا بهاي الطريقة لكن لفترة قصيرة كالعادة. وبسبب طبيعة عمله لألن اللي هو القوات الجوية الملكية، بيتنقلوا من مكان لآخر ومن دولة لأخرى. هلأ في مرة من المرات بيكون موجود في المملكة العربية السعودية، وهناك بيمضي فترة طويلة. خلال هاي الفترة بينالوبي بتمل لحالها، ما في حد يسليها، مقعد الزوج شبه فارغ الآن. بتحاول تبحث عن شخص حتى يشغل هالمقعد لحد ما يرجع ألان. خلال هاي الفترة هي بتكون تعمل في الإدارة في القوات المسلحة، كانت سابقا في القوات الجوية. بتتعرف على واحد اسمه ديفيد جاكسون، من الناس المعروف عنهم القوة والسيطرة، وبصير بينهم علاقة. بالمناسبة هي متزوجة وهو أيضا متزوج، ومع ذلك بتصير العلاقة وبتستمر لفترة غير قصيرة. بتتطور هاي العلاقة وأخبارها بتنتشر في كافة أنحاء المكان اللي هم موجودين فيه. زوجها بيرجع في عام 1993 وبيبدأ يسمع عن هاي العلاقة، وأنه زوجته كانت تخونه أثناء وجوده خارج البلاد. هالشي بيأثر على صحته العقلية، وما ننسى كمان هو راجع من حرب، يعني أكيد أصلاً أوريدي صحته العقلية متدهورة. اللي بيعمله أنه بينفذ عملية انتحار، بينتحر عن طريق
غاز أول أكسيد الكربون. ويمكن أنتوا تتخيلوا بعد ما صارت هالحادثة هي تتألم تحس بالذنب لأنه زوجها هو قتل نفسه لما عرف بعد أيام قليلة فقط من معرفته بعلاقتها بالشخص رقم 4. لكن الغريب أنه يمكن هي كانت تشعر بالراحة خلال فترة العزاء وخلال بتعرفوا المراسم هاي ما كان في مشاعر نهائياً لدرجة أنه أخوه لألن بيحكي بطريقة أنه هو حس هاي السيدة الأزواج عندها disposable يعني التخلص منهم زي ما بنستخدم الأشياء الورقية الكاسة الصحن خلصنا منه خلاص ما بنحتاجه بنرميه. هيك كان انطباع أخوه لألن خلال العزاء. وخلينا نترك بينالوبي بحالها ونروح نشوف ديفيد إذا كان تاريخه يعني أحسن شوي. هو متزوج مرتين ديفيد، المرة الأولى عنده منها بنتين وابن اسمه جافن. خلال زواجه من السيدة الأولى بصير له علاقة مع سيدة أخرى، بيترك زوجته وبروح بيتزوج من هاي السيدة، هي اسمها شيلا تايلر. المهم بتستمر علاقتهم لفترة، وخلال هاي الفترة ديفيد بيتعرف على بينالوبي، بصير بينهم علاقة، وبينالوبي خلاص يعني بالنسبة إلها الآن مقعد الزوج شاغر لازم تعبيه سريعا. اللي بتعمله أنه بتتصل مكالمة هاتفية على بيته وبتطلبه من شيلا، وبعد هيك بتعرفوا شو ممكن يصير. ولأنه شيلا عارفة تاريخ زوجها وقدرته على الخيانة بتقرر إنها تطلب الطلاق. بيحاول يقنعها إنه هي كانت علاقة مؤقتة انتهت علاقة سريعة، لكن بتكون مصرة على موضوع الطلاق، بتاخد أولادها وبتغادر المنزل. ما في أمامه خيار الآن إلا إنه يلجأ لبينالوبي، وفعلا بيروح لعندها وبيتزوجوا. هو بيدعي انه الزواج كان لانه يعني خلاص ما في امامه خيار اخر، في النهاية بيتزوجها. الزواج بيصير في عام 1996، علاقته بتكون جيدة مع بينالوبي ورائعة مع بنتها إيزابيل، بيعاملها كأنها بنته تماما ونسي أولاده اللي خلاص هم الآن مع شيلا. ديفيد وبينالوبي بسبب طبيعة عملهم كانوا يتنقلوا بين العديد من الدول الأوروبية، راحوا على فرنسا، راحوا على ألمانيا. خلال فترة يعني من عام 1996 وحتى العام 98 علاقتهم كانت جيدة. بعد عام 98 الأمور بدأت تختلف. ليش؟ وهنا راح أحكي يمكن أكثر جزء أثر فيه في القصة هالجزء هو بالذات، وهو الدرس اللي كلنا ممكن نتعلمه من قصة زي هيك. بتتذكروا ابنه لديفيد اللي كان اسمه جافن كان متزوج وزوجته حامل. خلال هاي الفترة اللي زوجته فيها حامل هو أيضا بيخون زوجته، لكن بعد هاي الخيانة بصير عنده إحساس بالذنب بطريقة غير عادية أبدا، لدرجة أنه للأسف بينتحر. هو بيكتب رسالة لوالده أو رسالة انتحار، بيذكر فيها فكرة مخيفة إنه هو ما بده يتحول لنسخة أخرى من والده. بتعرفوا والده خان مرتين، وهو فكر إنه أنا ماشي على خطى والدي وأنهى حياته حتى ما يستمر بهاي الطريقة. هاي الكلمات اللي كتبها جافن لوالده أكيد بدها تترك أثر عند ديفيد، وفعلا تركت الأثر الكثير. هو بدأ يحس إنه مسؤول بطريقة أو بأخرى عن مقتل ابنه، اللي بدأ يشعر إنه هو لا يستحق الحياة بسبب الخيانة. هلأ أنا ضد فكرة الخيانة، لكن ضد في النهاية إني أقتل نفسي حتى أنهي مشكلة. بعد وفاة ابنه ديفيد تغير في تعامله مع بينالوبي، صار يكون عنيف معها بعض الأحيان. في مرة من المرات مثلا ثبتها على الحائط وبدأ يضغط عليها ويعنفها لحد ما نزف أنفها. أكيد كان داخله شعور كبير بالذنب، لكن ليش يوجهه نحو بينالوبي؟ المفروض حاول يعالج نفسه بطريقة أو بأخرى.
من الأدلة الأخرى على تحول شخصية ولد ديفيد أنه في مرة من المرات إيزابيل بنتها بجيب لها هدية، بيكون ردة فعله أنه بيكسر الهدية وبيكسر الدنيا. ويمكن أكثر حادثة كانت مخيفة، في مرة من المرات بيكونوا بيتعشوا هم ومجموعة من أفراد العائلة، بيمسك سكين بيثبتها على الحائط وبيبدأ يهددها بأنه بده يقتلها. في النهاية ثلاثة من أفراد العائلة بيبعدوه عنها. هلا هاي حوادث أكيد غير عادية وغير مقبولة، لكن ما بدنا ننسى الظروف غير العادية اللي هو بمر فيها. ومع كل هاي الحوادث اللي صارت، إلا أنه العلاقة الزوجية بتستمر. يمكن ديفيد خلاص انتهى من الحالة النفسية اللي دخل فيها بسبب انتحار ابنه، وبيستمر زواجهم على مدى 24 عام، وبنوصل الآن للعام 2021. خلال فترة تقاعدهم هم كانوا يعملوا أشياء حلوة كثير، يروحوا رحلات بحرية، يمضوا وقتهم في الحديقة، إلى حد ما مستمتعين في كبرهم على رأينا. والآن بنرجع لبداية قصتنا ولشهر فبراير و13 فبراير من العام 2021. في هاليوم المفروض إنهم بيعملوا فكرة غريبة وعجبتني الصراحة، اللي هي عشاء مشترك لكن أونلاين، يعني أفراد العائلة في دولة وهم في دولة أخرى، لكن بيتعشوا أو بيتغدوا في نفس الوقت. اثنين بيكونوا فاتحين كاميرات فيديو يشوفوا بعض. هالفكرة شفتها بالمناسبة في العيد عنا، مجموعة من العائلات بيتواصلوا مع بعض من خلال أنه كل واحد يفتح جهاز الكمبيوتر الخاص فيه، يشوفوا أجواء العيد مثلا في الأردن، ناس ثانيين كانوا في أمريكا، ناس في الإمارات. الصراحة الفكرة رائعة رائعة رائعة. والآن خليني أحكي لكم عن الفكرة اللي عملوها. المفروض أنه 13 فبراير هو عيد ميلاد بينالوبي، وبتعرفوا إحنا في العام 2021 العالم كله تقريبا كان مسكر، الناس موجودة في بيوتها بسبب COVID-19. المهم بقرروا أنهم يحتفلوا بعيد الميلاد بطريقة لطيفة، أنهم يعملوا عشاء فاخر هم في بيتهم، وبنتهم إيزابيل مع صديقها اللي كان اسمه توم في بيتهم أيضا. لازم أذكركم أنه فكرة العشاء عشاء فاخر مش عشاء عادي، يعني في لوبستر، في كراب، وفي ستيك، ما بعرف كيف اجتمع الستيك مع الطعام البحري. المهم أنه بيبدو فعاليات هالحفلة الغريبة واللطيفة من خلال أنهم بيشغلوا أجهزة الآيباد الخاص فيهم، ولكن هنا بيكتشفوا مشكلة بينالوبي مع ديفيد، أنه أصلاً التابلت مش مشحونة، وصار بينهم نوع من الشجار على هالموضوع. في النهاية بيحلوا المشكلة وبيشغلوا هاي الأجهزة وبيبدأ العشاء الفاخر. وأعذروني لأن انتقدت فكرة العشاء، لأنه بالنسبة إلي العشاء إما طعام بحري أو ستيك، يعني موضوعين منفصلين تماما. على كل الأحوال بيبدأ العشاء، لكن واضح خلاله أنه بينالوبي منزعجة، وفي أكثر من مقطع كانت تبكي، يمكن لأنه كان شوي قاسي معها وعصبي، هالشيء أثر على نفسيتها. وبيبدأ هالعشاء الفاخر أول شيء بالمأكولات البحرية، بخلصوا الجزء الأول بينتقلوا للطبق الرئيسي اللي هو الستيك، أيضا بتكون الأمور طيبة لحد ما في النهاية تقرر بينالوبي أنه الطبق من الأطباق الجانبية يكون هو طبق بريطاني معروف اسمه بابل أند سكويك. أكيد الناس اللي في بريطانيا بيعرفوا مكوناته. بحسب المصادر هو بوتيتوز مع الملفوف، بيطحنوهم أو بيبرشوهم ناعم، وبعد هيك بيعملوهم زي الأقراص وبيقلوهم. وهون انقلبت الموازين عند ديفيد. بالنسبة لديفيد هالطبق الشعبي هو أفسد أجواء الفانسي والأجواء الفاخرة اللي هم حاولوا يصنعوها من خلال العشاء.
بيبدأ يعطي تعليقات إنه يعني أنت أفسدتي الأجواء، مع إنه زاكي واضح بالمناسبة إنه أفسدتي الأجواء، وبتبدأ خلافاتهم من هاي النقطة. وما ننسى أيضا الخلاف الأول اللي بدأ على اللابتوبس أو التابلتس اللي ما كانت مشحونة. لما يبدأ خلافهم على موضوع هالطبق الشعبي، خلاص بتقرر بينالوبي أنها تنهي اجتماع زوم اللي كان بينها وبين بنتها وصديقها، لأنه هي بالعادة بتحب تحتفظ بمشاكلها بعيدا عن بنتها، وبستمر الجدال بينها وبين ديفيد. بعد هالنقاش الحاد اللي بينهم، بينالوبي بتروح على غرفة نومها، لكن ما بتروح بدون ما يكون معها سلاح لحماية نفسها من عصبية ديفيد. بحسب كلامها بتاخد سكين وبتضعها تحت مخدتها. هلا ديفيد بضل برا لفترة، وبعدين خلاص يعني صار وقت نومه، بيروح على غرفته حتى ينام. بينتبه على سكين وعلى حركات غريبة إلها لهاي السيدة أثناء نومها. الساعة 9:07 مساء بتاريخ 13 فبراير من العام 2021، بتوصل مكالمة غريبة 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 لمركز الشرطة. مين المتحدثة؟ المتحدثة هي بينالوبي. And are you with him now? Well, I might just go and stab him again, but... All right, do not stab him again. Why? Okay, so just listen to my voice. Okay, yes. Stay on the line with me. خلال هاي المكالمة الغريبة، هي بتخبر رجال الشرطة انه طعنت زوجها. بيحكي لها رجل الشرطة: هل أنت معه الآن؟ بيكون جوابها: نعم، أنا ممكن أرجع وأطعنه مرة أخرى. على طول بيحكي لها أنه لا 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 تعملي هيك. تخيلوا، بتسأله هي بكل هدوء: واي، ليش؟ وكأنه الطبيعي أنها تطعنه. I am compartmented. Okay, are you with the patient now? Well, I'm in the lounge and she's in the kitchen bleeding to death with any luck. All right, so just stay on the line with me. Look, this is not, you're not paid enough to do with this. It's not fair. Okay, well, ultimately, madam, I'm listening to your voice. الآن الشخص الموجود معها على التليفون بيبذل جهد كبير حتى يقنعها إنه ما ترجع وتطعنه مرة أخرى، بلهيها في الكلام زي ما إحنا بنحكي. هي بتجاوبه إنه أنا في حالة عقلية جيدة. بيسألها وين هو، بتجاوبه إنه موجود في المطبخ وأنا موجود في المدخل. And you're the help I have available, so we need to help him, okay? No, I'm not. Oh, madam, how many times have you stabbed him? I did the once. You did the once? And then he said I wouldn't do it again, so I did it twice more. So, okay. So, in total, how many times? Three times. Three times, okay. Once I thought I'd get his heart, well, he hasn't got one, and then twice in the abdomen. بيكمل الشخص اللي معها على الهاتف إنه الآن المساعدة في الطريق، وهي بتحكي له لا لا. بتبدأ تحكي بأمور غريبة، إنه خلاص هي يعني تعبت، وصلت لمرحلة إنه مش عارفة تتحمل أكثر من هيك. الصراحة شو اللي كان يدور في بال هاي السيدة ما حد بيعرف نهائياً. بيسألها رجل الشرطة: كم مرة طعنتي؟ بتحكي له أنه أنا طعنته مرة، وهو بدأ يتحداني أنه أنت ما عندك القدرة تعمليها مرة ثانية، لهيك أنا رجعت وطعنته مرتين مش مرة ثانية. خلال هاي المكالمة أكيد الأوبريتر بيحاول أنه يخليها بعيدة عن الضحية حتى ما ترجع وتطعنه مرة أخرى. بتحكي له أنه أنا طعنته طعنة واحدة في القلب، وهالشيء بالمناسبة دليل على أنه هي في كامل وعيها وبتفكر يعني ضربته في مقتل، وبعد هيك طعنته في البطن. على مدى 18 دقيقة بتستمر المكالمة، والموظف يحاول يخليها بعيدة عنه لديفيد. في النهاية بيوصل رجال الشرطة على المكان الساعة 9:25.
لما يوصلوا رجال الشرطة بيطرقوا الباب، بتفتح لهم هي الباب وبتكون لابسة البيجامة الخاصة فيها. بيطلبوا منها إنها تخرج خارج المنزل. أول شيء بتحكي لهم إياه إنه ممكن ألبس الكوت أو المعطف الخاص فيي، وبتحكي لهم إنه موجود على أرض المطبخ. بيبدوا يعتقلوها طبعا بتهمة تتعلق باحتمال وجود جريمة قتل، وهي بتحكي بطريقة عادية: أنا بعرف إنه البريطانيين باردين باردين باردين، بس مو لهالدرجة. يعني كان همها في هذيك اللحظة بعد ما قتلت زوجها إنه فقط تكون دافية، لأنه الكوت اللي يخصها موجود داخل المنزل. رجال الشرطة خلال هاي الفترة بيقرأوا عليها حقوقها، بيحكوا لها إنه هي متهمة وإنه ما تحكي أي شيء حتى ما يدينك في المحكمة. هي في المقابل بتحكي: لا، أنا بعترف، أنا رح أعترف بكل شيء، لكن المهم هي بدها المعطف. بيدخل رجال الشرطة على البيت حتى يشيكوا عليه، وهي خلال وجودهم في الداخل بتكون تتحدث مع نفسها وتحكي: إن شاء الله يكون تأخر، وبما معناه إن شاء الله يكون مات وخلاص انتهى الموضوع. بيسألوها بعض الأسئلة عن اسمها وإذا كانت تعيش في المكان، تجاوبهم. لما يبدو يطلبوا سيارة الإسعاف هي بتبدأ تصرخ إنه لا لا، يعني هي ما بدها يتم إنقاذه. في اللحظات اللي هم بتحدثوا فيها وبيطلبوا سيارة الإسعاف، هي توقعت إنه ما مات، وبتبدأ تحكي إنه لازم طعنته أكثر من هيك حتى تتأكد إنه مات. يعني وهي تحكي بهاي الطريقة الصراحة كل الأفكار بتدور في ذهن الواحد: هل هي مجنونة؟ هل هي طفلة مدللة؟ وشافت إنه مجرد يعارضها إلها الحق في قتله. ما بعرف شو اللي كان يدور في ذهن هاي السيدة بهاي اللحظات. مستحيل تكون هي تعرضت لهالعنف الشديد اللي يجبرها في النهاية على قتل زوجها. بتوصل سيارات الإسعاف، بيحاولوا ينقذوه لديفيد اللي كان موجود على أرض المطبخ في بركة من الدماء، فقط يرتدي ملابسه الداخلية، لكن محاولاتهم باءت بالفشل لأنه هي عارفة شو بتعمل: طعنته في القلب. خلال مرحلة اعتقالها ما بيكون عندها مشكلة أبدا، بتحكي: أنا طعنته أنا طعنته، وهو إنسان سيء عدواني متنمر، خلاص أنا اكتفيت من كل شيء بما معناه. ولما تحداني أني ما رح أطعنه مرة أخرى، رحت لعنده وطعنته مرتين، نفس الكلام اللي حكته على التليفون. والآن هي في سيارة الشرطة وما زالت مصرة على الكوت، بتوصف لهم المكان اللي راح يحصلوا فيها المعطف اللي يخصها لأنها بردانة الأخت، مع أنه المفروض بذلت جهد كبير، ولما نبذل جهد بصير عنا طاقة. المهم بتكمل حديثها، هو رجل الشرطة بنبهها أنه لا تحكي تفاصيل بما معناه مش من مصلحتك، لكن هي مصرة أنه ما عندي مشكلة، أنا معترفة بأني قتلته. بتحكي بطريقة: أنا بعرف شو اللي عملته وليش عملته، وما عندي مشكلة في أني أعترف بهاي التفاصيل. بوصولها لمركز الشرطة الآن، في البداية هم اعتقلوها بالاشتباه في جريمة قتل، الآن لا، خلاص هي جريمة قتل لأنه تم التأكد أنه ديفيد متوفي. شو بتكون ردة فعلها؟ بتكون في قمة سعادتها وفرحها. خلال وجودها في مركز الشرطة بتحكي القصة كالتالي: إنه هي لما راحت على غرفتها أخذت سكين معها حتى تنام وكنوع من الحماية. بيدخل ديفيد على الغرفة، بيسألها: شو ناوي تعملي بهاي السكين؟ بتجاوبه: إنه أنا ناوي أقتل نفسي. بتكمل بينالوبي أنه لما سألها وجاوبته، هو ما أخذها على محمل الجد وحكى لها بما معناه: اعملي اللي بدك إياه. راحت على غرفة نوم أخرى فارغة، وهو تبعها لهاي الغرفة.
بتكمل إنه لما إجي على الغرفة اللي أنا بدي أنتحر فيها بدأ يستفزني ويحكي معي بطريقة إنه أنت مثيرة للشفقة، ما عندي قدرة إنك تعملي أشياء زي هيك ومستحيل تنفذي الانتحار. هو استفزها بحسب كلامها وهي خلص ملت من هالنقاشات والحوارات وهاي السوالف، فقررت إنها تقتله. بتكمل بينالوبي إنه لما استفزها خلاص شافت الدنيا كلها سودة على رأينا أمامها، ما كان أمامها إلا إنها وجهت طعنة إله، ما كانت طعنة قوية، هو نزل على الأرض وبدأ يتألم. هي تركت الغرفة الموجود فيها راحت على غرفة أخرى حتى تكتب اعترافها. وخليني أقرأ لكم رسالتها اللي بتحكي فيها لمن يهمه الأمر: أنا تحملت الكثير من التعنيف على مدى عدة سنوات والسجلات تثبت هالكلام. صحيح إنه هو كان والد جيد، لكن الليلة القناع سقط عن وجهه وهالشيء غير مقبول نهائيا. أنا بتقبل العقاب اللي راح يصير علي وهو يتعفن في جهنم إن شاء الله. وفي زاوية هاي الرسالة العلوية من جهة اليسار كاتب كلمة self defense، دفاعا عن النفس. هلا خلوني أعطي رأيي الشخصي صراحة، ما في مجال إني أسيطر على نفسي أكثر من هيك. ما في شيء اسمه دفاع عن النفس في هاي الجريمة، هي واضح سيدة مدللة اتعودت تاخد كل إشي بدها إياه وتنهي زواجاتها بالطريقة اللي هي بتشوفها مناسبة. المرة هي اختارت القتل. مستحيل زوجك انتقدك على طبق قدمتيه يؤدي في النهاية انك تقتليه. خلال وهي بتكتب هاي الرسالة هو بيكون عنده القدرة انه يزحف يوصل للمطبخ حتى يتصل على 911، ما بعرف اذا في بريطانيا صراحة 911، المهم حتى يتصل على رجال الشرطة. لازم ابحث في شو الرقم اللي بيتصلوا عليه في بريطانيا. المهم انه بيتصل بيرجع بيحكي لها انه الان انا اتصلت على رجال الشرطة وشوفي شو رح يصير او كيف رح تحسي بعد ما اتصلت على الشرطة. وخلال مكالمته معهم واضح انه هو بيتحداها ترجع وتطعنه مرة اخرى، وفعلا هاي اللي بيصير، بترجع وبتطعنه والموجودين على 911 او على التليفون بيكونوا سامعين صوته وصراخه وألمه خلال هاي العملية. وبعد هيك هي بتتولى الحديث الآن مع رجال الشرطة، وانتوا عارفين بقية المكالمة بالتأكيد. هلا نيجي لليوم الثاني، صحصحت بينيلوبي. بالتأكيد هي كانت تحت تأثير الكحول في كل تصرفاتها في الليلة السابقة. لما يبدو يسألوها الآن ما في حديث نهائيا وبترفض تجاوب على أي سؤال. حديثها كان منصب على انه هو كان يتنمر عليها خلال السنوات السابقة، يعنفها، يعاملها بطريقة سيئة، وهي غير مذنبة بجريمة قتل، هي كانت الدافع عن نفسها بهذيك اللحظة اللي طعنته فيها. وبتبدأ محاكماتها الأولى بتكون بتاريخ 11 أكتوبر من العام 2021. العديد من أفراد العائلة كانوا موجودين خلال المحاكمة، والجميع أكد إنه ديفيد ما كان يعنفها نهائيا ولا كان يتنمر عليها زي ما هي بتدعي. بالعكس، هي اللي كانت مسيطرة في العلاقة الزوجية. وبيأكد الشهود إنه هي كان عندها هاي الخصلة السيئة في بعض الأشخاص. بتعرفوا هدول الناس اللي بيبحثوا عن نقاط ضعفك وبيحاولوا يستغلوا هاي النقاط في إيذائك، هي كانت من هاي النوعية، دائما تبحث عن النقاط الضعيفة وتبدأ تنتقد الأشخاص بسبب هاي الأمور. وبيأكد الجميع إنه ديفيد ما كان يحس بالراحة أبدا لما تكون هي موجودة. هلا بنتها أيضا بتشهد في المحكمة بطريقة الصراحة مؤلمة مؤلمة
مؤلمة. بتحكي إنه هي في مرة من المرات كانت تستشير والدتها وديفيد في موضوع علاقتها مع زوجها، لأنه كانت في مرحلة العلاقة سيئة. شو بيكون رد فعل والدتها أو جوابها؟ إنه الأحسن إليك لو هو يقتل نفسه. وبتأكد البنت إنه هون هي بتلمح لزوجها ألان، بتتذكروا اللي انتحر لما عرف عن علاقتها مع ديفيد. يعني شوفوا برود هاي السيدة غير عادي الصراحة. وبس بحب أنبه هون إنه هاي الشهادة هي للستيب دوتر، مش لبنتها البيولوجية، كان اسمها جين. بتكمل هاي البنت شهادتها إنه في مرة من المرات إجت بينالوبي مع والدها على أستراليا حتى يزروها هي لجين في أستراليا. هناك تخيلوا كيف كانت تتصرف بطريقة واضح إنه هي إنسانة نرجسية. كانت تترك باب غرفة نومها مفتوح وتكون تتجول داخل المنزل وهي تقريبا غير مرتدية لأي شيء من ملابسها، وكأنه ما بهمها الناس المحيطين. المهم بهداك الوقت هي مستمتعة ومرتاحة بحسب كلام جين البنت. أيضا كان من ضمن شهود شيلا زوجته رقم 2 لديفيد. بتأكد شيلا أنه في أكثر من مرة هو أسر لها بأنه بخاف جدا من بينالوبي، وفي مرات عدة هددته أنه إذا فكر يتزوج عليها فهي رح تكون متأكدة أنه يكون غير قادر على إقامة علاقة. وأتوقع فهمتوا شو قصدي من هاي الفكرة. anyway واضح أنه اللي يتعرض للتعنيف هو ديفيد مش بينالوبي. وحتى شهادة إيزابيل كانت اللي هي بنتها كانت ضدها بطريقة أو بأخرى. تحدثت عن بعض الحوادث البسيطة، لكن في النهاية يعني حكت بمنطق إنه ما كان وحش زي ما هي بتحاول توصفه. بتاريخ 27 أكتوبر من عام 2021 وبعد مداولات من قبل هيئة المحلفين المكونة من 8 نساء و4 رجال، وبعد 11 ساعة من هاي المداولات هي وجدت مذنبة بجريمة قتل. هيئة المحلفين وصلوا لنتيجة إنه هي أبدا ما كانت تشعر بالخطر. دليل على ذلك لما طعنته المرة الأولى المفروض إنها سيطرت عليه، يعني ما كانت تدافع عن نفسها، ليش رجعت وطعنته مرتين تانيين؟ وبالتالي انتفى فكرة إنه هي تدافع عن نفسها. وما ننسى أنه هي ما أظهرت أي نوع من مشاعر الألم أو الحزن على وفاة زوجها. في كل الأحوال هي زي ما حكيت وجدت مذنبة، حكم عليها بالسجن مدى الحياة، تمضي منهم مينيمم 18 عام داخل السجن. أول فرصة لطلب إطلاق سراحها بيكون عمرها 84 عام. الآن هي عندها عدة محاولات للاستئناف. وخليني قبل ما أنهي قصتي أعطيكم بعض الأسئلة اللي كان يوجهها إلها المدعي العام خلال المحاكمات. من ضمن هاي الأسئلة، بما أنه ديفيد شخص متنمر وكان يعتدي عليك، ليش ما خبرتي رجال الشرطة؟ بتعطي عدة أمثلة أنه هي في مرة من المرات زوجها رمى ريموت الكنترول على الزجاج وكسره. هي تواصلت مع رجال الشرطة وبعد هيك رجعت وسحبت الشكوى لأنه كانت تخاف على سمعته بحسب كلامها، بما معناه أنه هي كانت تتحمل الكثير من العنف خوفا منها عليه ولأنها بتحبه. أيضا كانت تحكي بطريقة أنه العنف ما كان شيء مستمر، يعني هو كان يعنفها وبعدين ينسى الموضوع وبعدين يرجع يعنفها، لكن كان مستمر على مدى عدة سنوات. بعد كل مرة يرجع يراضيها، يعتذر لها، وهي تغفر له وتبدأ حياتها من جديد. وطبعا هالشيء بناقض تماما اللي كانت تحكي فيه لما اعتقلوها في ليلة الجريمة. هي كانت تحكي أنا مذنبة، أنا عملت الجريمة وأنا عندي استعداد أرجع أعملها كمان مرة حتى لو أنه رح أنحكم ب 125 مليون سنة. وكانت هاي نهاية قصتنا اللي حابة في نهايتها أعتذر أول شيء عن طول القصة،
ثاني شيء أعتذر عن تدخلي أحياناً والمشاعر اللي أظهرتها، دايماً بحاول أكون حيادية، لكن أحياناً بعض القصص لا شعورياً أنت بتدخل بالأحداث وبصير واضح أنه أنت متأثر بوجهة نظر معينة. بالنسبة إلي أنا شايف هاي السيدة إنسانة نرجسية، مجرد أنه وجه لها زوجها انتقاد بطريقة هي غير راضية عنها هو اللي أدى لهاي النهاية المأساوية. كانت هاي نهاية قصتنا لليوم، بتمنى تكون عجبتكم، وإذا عجبتكم لا تنسوا اللايك. إلى اللقاء.